موجز الأخبار، حياكم الله. بناء على استمرار روح التعاون بين مؤسسة الشهداء ودوائر الدولة ومن أجل خدمة ذوي الشهداء والجرحى، رئيس المؤسسة السيد عبد الإله النائلي يعلن عن تقديم كافة التسهيلات وتبسيط الإجراءات لذوي الشهداء والجرحى أو من يخولونهم رسميا من المحامين، حصرا مع تثبيت المعلومات التي يقدمها المحامين تجاه القضايا التي يتابعونها وفق استمارة سوف تعاد لهذا الغرض. النائلي دعا المحامين إلى أن تسود روح التعاون بين وبين المؤسسة. دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر وجبة جديدة من المحالين إلى التقاعد المشمولين بقانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005. الدائرة دعت المواطنين المعلن عن أسمائهم ضمن القوائم المنشورة مراجعة هيئة التقاعد الوطنية لاستكمال الإجراءات الإدارية. بتوجيه مباشر من المدير العام في مؤسسة الشهداء علي المبرقع وبالتعاون مع مديرية شهداء مدينة الصدر، وزع ممثل المدير العام معا صداع مبالغ الإعانات المالية لعوائل الشهداء في مديرية شهداء الصدر. صداع أوضح أن الدائرة استحصلت كافة الإجراءات القانونية إلى الذين قدموا في وقت سابق وشملتهم التعليمات والضوابط التي وضعت وحسب إجراءات المسح الإحصائي. تنفيذاً لتوجيهات مدير مديرية شهداء مدينة الصدر ومن أجل استحصال الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء، وفد من المديرية يزور معهد ومدارس الهمسات ويلتقي بمدير المعهد الأستاذة سهام عبد الكريم، وتباحث الطرفان حول إمكانية تخفيض الأجور لذوي الشهداء. ومن جانبه أيضاً قدم مدير المعهد نسبة خصم 60% لذوي الشهداء. مدير مديرية شهداء وسط حسن الكلابي يطلع على سر العمل في مكتب شهداء قضاء النعمانية الذي افتتح مؤخرا خدمة لذوي الشهداء والجرحى من أبناء القضاء والمناطق الملحقة به. مدير المديرية بيّن أن رئيس المؤسسة يحرص كثيرا على تطوير العمل والتخفيف عن كهل ذوي الشهداء والجرحى، وقد أيضا وافق على افتتاح مكتب للشهداء في القضاء للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجههم. انتهى الموجز، شكرا لحسن المتابعة.